اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نتناول هذه الليلة إن شاء الله من سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أحدى أهم الحروب في حياته وهي معركة أو حرب صفين. هذه المعركة بلا شك أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أن أمير المؤمنين كما قاتل على التنزيل سيقاتلهم على التأويل. أضف إلى ذلك الروايات الكثيرة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله عن الفئة الباغية من المسلمين أن هناك فئة ستبغي على فئة ثانية، وأخبر القرآن الكريم فقاتل الذي تبغي الفئة اللي تكون باغية أنتم أيها المسلمون قاتلوها. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الفئة الباقية قال لعمار بن ياسر ويح عمار تقتله الفئة الباقية يدعوهم إلى الجنة ويدعونهم إلى النار. هكذا رسم رسول الله صلى الله عليه وآله ملامح هذه المعركة. فابتدأ معاوية إعداد الجيش لأن معاوية طبعاً كان حديث عهد بالإسلام. متى أسلم معاوية؟ السنة السابعة والثامنة في فتح مكة. ومتى أسلم أهل الشام؟ هم أهل الشام جديدين العهد على الإسلام ومعاوية جديد عهد بالإسلام، لذلك أفرغ في عقول أهل الشام، لعب في عقولهم، شكلهم كيف في سب أمير المؤمنين وشتم علي وتصوير صورة علي بن أبي طالب. بعضهم ورد لي في بعض كتب الأخبار أن أحد رواة الأحاديث دخل إلى أرض الشام
ثم يسب في علي بن ابي طالب. يقول التفت الى واحد من الجالسين، قلت له ومن يكون علي بن ابي طالب؟ اريد اعرف هم يعرفون علي ولا لا. قال والله علي ما اعرفه، بس كل يوم من الجمعه خطب الجمعه عن علي بن ابي طالب. قلت انا ما اعرفه، لعله احد قطاع الطريق. يقول لعل علي بن ابي طالب واحد من قطاع الطريق، ما اعرفه. لذلك شكل عقليته معاوية بن أبي سفيان إلى أبعد الحدود. زين، معاوية رفض أن يبايع أمير المؤمنين بعد أن ولاه عمر، وظل من زمن عمر وزمن عثمان كل هذه السنوات يأخذ أموال الشام إلى جيبه، ما يجي إلى ميزانية الدولة الإسلامية. هذا بالذات في زمن عثمان، كل أموال الشام تذهب ملكا خاصا إلى معاوية. وإلا شنو خلى أبو ذر الغفاري يتحرك حركته ويهجرون من منطقته ويخرج من الشام؟ عموما لما وصل أمير المؤمنين إلى الحكم، تقول الروايات أن الإمام علي طلب من معاوية أن يعتزل حكم الشام، فرفض معاوية، ولا ينبغي له أن يرفض، أن يعتبر الأمر الدولة الإسلامية والإمام علي هو الخليفة والحاكم الشرعي للمسلمين. الذي حصل أن معاوية أصبح الآن تحت عنوان البغي، أنه بغى على المسلمين وبغى على حكومة أمير المؤمنين سلام الله عليه. فعند ذلك جهز أمير المؤمنين سلام الله عليه جيشا لمحاربة معاوية بن أبي سفيان. وقرح ناخذ بعض الملامح من حرب صفين وبعض المواقف المهمة. كان عدد جيش معاوية ما يقارب 130,000، وجيش أمير المؤمنين 135,000 أو 140,000. خرجوا الوقت والزمان الذي يذكرون العلماء أنها كانت في بداية صفر من سنة 36 أو 37، كانت الجبل 36 وحرب صفين 37. وخرج الإمام من جهة الكوفة متوجه إلى الشام، لأن هذا صفين تقع على نهر الفرات، والآن بحسب التقسيمات يعني صفين تعتبر من حدود سوريا، ويقع فيها الآن ضريح الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضوان الله عليه، هذه الشخصية التي وقفت بجانب أمير المؤمنين وكانت شخصية محورية في معركة صفين. خلاصة الأحداث أن الإمام توجه بالجيش إلى ناحية صفين، وهناك وصل معاوية قبل الإمام علي إلى ماء الفرات. كانت هناك ساقية من ماء الفرات، فملكها معاوية ومنع الماء على جيش أمير المؤمنين سلام الله عليه. تعرف جيش كبير يعني بحاجة إلى أن يردوي ويستقي من الماء. فعند ذلك الإمام علي ضاق به ذرعا تقريبا 3 أيام هم لم يشربوا الماء. فجهز الإمام جيش وكر على جيش معاوية ضاغتهم وأزاحهم عن نهر الفرات. الآن ملك الإمام علي الماء، هل عامل جيش معاوية مثل ما عامله؟ لا. وهذا الفرق بيننا وبينهم دائما، انك تتعامل من منطلق شرع، من منطلق اخلاق، من منطلق ذمه، من منطلق دين. هم كل هذه الامور ما موجوده في حساباتهم، لا اخلاق لا ذمه لا ضمير. هكذا كان يحارب معاوية وهكذا يحارب علي بن ابي طالب عليه السلام. الامام امتلك الماء فلم يمنع جيش معاويه، كانوا ياتون. ف
فئة منهم يأخذون الدراب ويكلؤونها من الماء ويذهبون للإمام علي يسكن عنه. بقيت هذه المعركة أيام، وأثبت أمير المؤمنين واقعا شجاعة عديمة النظير في معركة صفين. يعني طريقة قتال الإمام علي مثلا ينقل عبد الله بن عباس عبر الأمة، يقول قاتل علي في ذلك في حرب صفين قتال مستميت. رغم ذلك يقول كنت أراه إذا يعني هي استمرت أيام مثل ما ذكرت، يقول في بعض الأيام كان يدخل إلى المعركة وفي الليل كان يصلي صلاة الليل، وكان يطيل في سجوده وفي ركوعه. يقول هذا الشرع يتحمل في اليوم الثاني على القتال والحرب والسيف والدرع والمشارع. يقول كنت ألتفت إليه في هالأثناء، يقول والله كان لا يقفو وهو على فرسه من شدة اطمئنان النفس اللي موجود عند أمير المؤمنين عليه السلام. حتى في الحرب كانت نفسه مطمئنة. هذا جانب. فلما اكتمل الجيشان وصار الاصطفاف في معركة صفين قبل ختامها، قتل عمار بن ياسر. وعمار بن ياسر هو الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال عمار تقتله الفئة الباقية. سندول الآن صار عندهم ردة فعل جيش معاوية داخل الجيش الروسي، صار عندهم ردة فعل. بعضهم عارف المسألة وعارف أنه على باطل لأن عمار قتل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الروايات أن الإمام علي جاء إلى جسد عمار، في بعض المنقولات كان يبكي سلام الله عليه، وكان عمار أيضا يبكي. لماذا تبكي عمار؟ قال كما أخبرني حبيبي رسول الله، قال آخر شرب مما تشربه في هذه الدنيا بعض القطرات من اللبن. يقول بالفعل يعني جاءوا له بعض اللبن في تلك الأحوال فشربها، وكما قال رسول الله تقتل بهذه الطريقة وبهكذا حال، وكما أخبر رسول الله وقع. فأنا أبكي من شدة الفرح من إنسان على حق وأن الإنسان على ثبات ولله الحمد. فعند ذلك تقريبا كذا 100 من جيش معاوية تركوا معاوية وانضموا إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لأنهم رأوا الحق حقا ورأوا الباطل باطلا. فئة ثانية جاءت عندها نوع من الشك وفئة كبيرة، قالوا يا معاوية احنا الآن يعني نسألك بالله، سمعنا رسول الله يقول عمار تقتله الفئة الباقية، وأنت الآن تقاتل عمار وعمار يعني، فماذا تقول؟ يعني أنت الفئة الباقية. قال لهم ليس كما تفهمون. شوف بداية التصرف في النص الديني شلون تصرف فيه وفق أهواءه. قال مو مثل ما فهمت الحديث لما معنى آخر، فضل اشرح شو هالمعنى. قال عمار تقتله الفئة الباغية، معنى هذا الحديث أن الذي أخرج عمارا من بيته وألقاه بين سيوفنا هو علي بن أبي طالب مو أنا. هذا تفسير غريب عجيب إلى معاوية في هذا الحديث. وصل الكلام إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى علي بن أبي طالب، قال إذا كان الأمر هكذا فقولوا يا معاوية أن الذي قتل الحمزة هو رسول الله، ورسول الله هو اللي أخرج الحمزة من مكة من البيت إلى أن قتل في معركة أحد،
إذا بكلمنا بهذا المنطق فالرد جاهز عليه، ولكن احنا مو أهل هذا المنطق، اللعب بالمعقول والكلام بهذه الطريقة المبيئة. فعلى معاوية يعني عندهم هم شخصية يقدسونها إلى درجة العبادة، لاحظوا هذه السببية، عندهم تقديس غريب عجيب إلى صنم اسمه معاوية، يعني تطعن في النبي بس لا تطعن في معاوية، عنده قابلية أن يسمع تطعن في رسول الله بس لا تطعن في هذا الصنم معاوية بن أبي سفيان، بالذات السلفية والوهابية عندهم شخصية جدا مقدسة، رغم أن الروايات أنه شرب الخمر، أنه إمام الفئة الباغية، أنه كذا، يدعون إلى فضائل ما موجودة فضائل إلى معاوية. علي بن أبي طالب فضائله تملأ الكتب، كم حديث في البخاري ومسلم في فضل علي يغضون الطرف عنه، لكن معاوية حديث واحد ما موجود. يقول النسائي، وهذا النسائي طبعا قتل، ذول النوعية من الناس هم اللي ضربوه حتى قتل، النسائي قتلوا منه الشيعة، قتلوا ذول المبارين منهم الوهابية اللي الآن أو السلفية المتشددين أو يقدر يسميهم الخوارج، حتى خوارج مو بعيدين عن فكر ومنهج الخوارج. لما وصل إلى الشام كان ألف كتاب اسمه خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا الكتاب موجود إلى اليوم. لما وصل إلى الشام اجتمعوا عليه قالوا له أيها المحدث ألفت كتابا في فضل علي وما ألفت شيئا في أمر معاوية بن أبي سفيان، مو اكتب بعد في فضائل معاوية. قال والله ما وجدت له من الفضائل شيئا الا حديث واحد عن رسول الله، ان الرسول يقول اللهم لا تشبع بطنك. احنا قبل نسمع عن الله يرحمه سيد العلوي اولادي يقول ان معاوية عشر جمل، هو ترى قريبة من هذا، لما تقرأ الروايات كان يعني توضع له الموائد يأكل ويأكل إلى أن يشبع فيستلقي على قفاه، ودعاء الرسول تحقق عليهما فاسكتوهما كذا، كان يأكل ولا يشبع، الرسول دعا يأكل ولا يشبع، قال له الرسول لا أشبع الله بطنا. طبعا الآن الوهابية موقفة عن هذا الحديث لا أشبع الله بطنا اعتبروه من فضائل المعاوية، الرسول يدعو عليه سووها فضيلة، سووها مكان، شوف رسول الله يعني خصصه بالدعاء، يا أخي الرسول يدعو عليه ما قاعد يدعو إليه، يدعو عليه رسول الله، لكن شو سووا بهاي النوعية من العقول هؤلاء؟ النماذج من الناس ومن البشر الذين لا يفقهون شيئا. عموما في حرب صفين لما اكتملت الجيوش وبدأ القتال بعد مقتل عمار من طرائف ما ينقل قضية أمير المؤمنين وقضية عمرو بن العاص، عمرو بن العاص هو كان العراب السياسي إلى معاوية، إذا بنعطيه عنوان هو المحرك اللي كان يعتمد عليه معاوية في حربه، لذلك يوم من الأيام والحرب كانت دائرة، معاوية مانع بالقتال ولا بالسيف، قاعد بالخيمة ياكل يشرب زين، والإمام علي أن يدخل إلى أوساط الجيش ويقاتل يقود الجيش يوزع الجنود، فرق بين الشخصيتين. قال لي عمرو بن العاص هم على المائدة، قال لا، يقول له معاوية ما تنصحني في شأن أخي؟ قال له طارعني، قال له إلعب، قال خذ سيف
وروح قاتل عنه. يلا هذا المثال. وفكر المسلمين من هالاقتتال هذا، فنظر إليه قال يا ابن الأخنا تريدكما أن يقتلن؟ أنا واجهت علي بن أبي طالب ضربة واحدة ما يذكرنيها بعد، إنما أردت أن تقتلني. قال أنت أردت النصف فنصفه. عموما لما دخل عمرو بن العاص، مو معلوم أنه يدخل معه، لكن لما دخل عمرو بن العاص التقطه علي بن أبي طالب سلام الله عليه ونزل في الميدان يتعقبه، والكتيبة اللي حول عمرو بن العاص ما كانت قوية، اخترقهم أمير المؤمنين وهو قائد الجيش، المفروض القائد يبتعد، لكن الإمام بثقته بنفسه يدخل إلى أوساط الميدان. وصل إلى عمرو بن العاص فتفرق عنه جيشه وانفرد ويا أمير المؤمنين سلام الله عليه، انفرد ويا علي. خلي التاريخ يحكي الآن عمرو بن العاص، من يكون عمرو بن العاص؟ رفع الإمام السيف، هذا عمرو بن العاص أجل الله السابعين، نزل ثيابه كلها بعد ما فلش. فالإمام سلام الله عليه أشاح بوجهه وأعرض عن قتله تعففا، وإلا هو خبيث هذا عمرو بن العاص. لذلك تستغرب أن ذول الآن يعني يلا تفضل، هذا نماذج من الصحابة الواحد يرفع راسه بيها، أنت ترفع راسك بعلي بن أبي طالب. يعرفون علي ضرباته في المعركة ضربتان، ضربات علي ثنتين، ضربة يسمونها القد والقط. القد نزل السيف على الراس فيقسمه نصفين، والقط يقطه من الجذع فيتركه. ومعروف ان الامام امير المؤمنين لا يترك جريحا بسيفه، ما يخلي واحد جريح. عمرو بن العاص هكذا فعل فنجا. ثاني يوم انتشر الخبر ان عمرو بن العاص سوى كذا وكذا وفلت جلده. ثاني يوم مالك الاشدر المعركة قائمة بالضربات والسيوف. زين ايضا مالك الاشدر قبل واحد من قوات الجيش، هذا بعد من جاب مالك الاشدر استنى بسنة عمرو بن العاص ونزع ثيابه. قال له مالك الاشدر تعبالك انا علي بعد ذاك كرم الله وجهه غير ورفع السيف وفرم. هذا طبيعتهم يعني سنة الصحابة، تفضل سنة الصحابة، استنوا بسنة صحابتكم ودعوا لنا مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. يقول الروايات عدد من قتل من جيش معاوية 70,000، قتل بسيف أمير المؤمنين في ليلة واحدة فقط، هي آخر ليلة يسمونها ليلة الهرير. هذه الهرير يعني ليلة سميت بهذه التسمية لأنها كانت ليلة شديدة البرد، فكان الواحد إذا أراد يتكلم كانت تصطك أسنانه من شدة البرد، فسميت ليلة الهرير لأن أصوات أصبحت مقاربة إلى أصوات الحيوانات مثل ما يقولون. كل ما يتكلم كان يرتجف، فكان كلام غير مفهوم، سميت ليلة الهرير. في تلك الليلة أكثرهم يعني حاول يبتعد عن القتال، لكن باقته أمير المؤمنين سلام الله عليه ليلا وقتل بسيفه لحال الإمام علي في تلك الليلة 524 رجل في ليلة الهرير. بعد هذه المقتلة عدد من القتلى
قتلوا في أمير المؤمنين تقريبا 20,000. 20,000 قتلوا من جيش الإمام علي، فيهم من شهد بدر، فيهم من الصحابة المئات من الصحابة، كلهم قتلهم معاوية بن أبي سفيان في الحرب الصفية. لما انجلت تلك الليلة، ليلة الهائل، كانت ليلة الانتصار الحاسم لأمير المؤمنين. يعني ما طلع الفجر إلا هم يجمعون قتلاهم، والإمام علي جيشه يستعد لإعلان النصر، والنصر أعلنه أمير المؤمنين سلام الله عليه في تلك الليلة. لكن صار تدخل عمرو بن العاص. عمرو بن العاص مثل ما قلنا هو المحرر، قال لمعاوية الآن هزمنا، لكن ما رأيك أن نرفع المصاحف على أطراف الرماح، خلى نخلق بندر في جيش علي، قال مسلمين مثلكم. وهذه الفتنة، شوف شلون يستخدم الدين من أجل الفتنة، هذه المشكلة. لو يستخدم شيء ثاني أمر يكون سياسة، لكن استخدام الدين في الفتنة هذا أمر خطير. لذلك يوم الأحداث بالبحرين من البداية قالوا قاطعين لسان مؤذن، أوه كبرها هذه. ويقول هالإنسان هذا ما طلع من كل ديرة، من كل ديرة قالوا فلان انتهى قطع لسان المؤذن، فلان انتهى جمع مش كثر، هذا يقول إنسان. لكن دخل عنصر الدين في القضية لاستثارة العواطف، ترى هذا مؤذن سني مؤمن كذا، يقطع لسانه لأنه يؤذن في قطع لسانه. تحريف الغريب العجيب، هذه سنة معاوية، وانت قاعد تبين التاريخ. دخل الدين، رفع المصاحف. هنا تقول الروايات يعني أصحاب الإمام علي اللي يعرفون علي ثبتوا وياه، نسأل الله أن يثبتنا على ولاية أهل البيت عليهم السلام. مو قضية الشيعة وأبوي وأمي شيعة، تثبت ويا الإمام لو لا، تزعزع عقيدتك بالإمام أم لا. اللي كانوا ويا أمير المؤمنين في ذاك الوقت يعرفون علي، دول ما تأثروا نهائيا، لكن طلعوا جماعة يقدرونهم بعشرة آلاف من جيش الإمام علي عليه السلام. هذول إجوا يا أبا الحسن، أو خاطبوا يا علي، إنما نقاتل أناس يرفعون القرآن. قال لهم الإمام علي وحجل في منهج البلاغة خلاصته، قال أنا أعرف بهم منكم، معاوية وعمر بن العاص ودولة متربين ويانا في مكة، ونعرف تاريخهم شنو، انتم ما تعرفونهم احنا نعرفهم، دولة ما عندهم دين وما فهموا وما عقلوا من القرآن شيئا، انما يخادعونكم، هذه خدعة. قالوا لا، لو كانوا فعلا كفار واحنا نقاتلهم زين ما رفعوا هذه المصاحف. الإمام سلام الله عليه رجع من الحرب صفين وانتصر، هذه نتيجة من تهيين كلامنا. وإنما الكلام أن أمير المؤمنين رجع، ولكن هناك بلبلة عند الجيش، يعني رجع الجيش اللي كان هي أمير المؤمنين سلام الله عليه. والفتنة ومعالم الفتنة بدايتها تشتعل، لذلك نتحدث إن شاء الله في الليالي القادمة عن طبيعة الخوارج، حرب الإمام علي عليه السلام مع الخوارج، كيف أن أمير المؤمنين تأذى من هذه الفئة من الناس. قالوا إن الحكم إلا لله، لا لك يا علي ولا لمعاوية. إذن شلون الحكم لله يعني؟ لابد أن يكون هناك خليفة يبلغ عن الله جل وعلا، خليفة له شرع وله شرعية إلهية، هو الذي يبلغ هذه الأحكام. هكذا
يقدر أن يلخص معركة صفين وما جرى مع مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. لكن الملفت إلى أن أبناء معاوية أيضا منعوا الماء في يوم كربلاء على أبي عبد الله الحسين، مثل ما منع الماء على أمير المؤمنين وما عملوا بالمثل، إلا أنه قال قائلهم لا تبقوا لأهل هذا البيت بالباقي. الإمام رفع حتى برجالهم، لكن بنو أمية ما رفعوا وما رحموا حتى أولئك الأطفال الصغار، فرفع رضيعه بين يديه. والله مصيبة الطفل الرضيع ومقتل الطفل الرضيع بين يدي أبيه الإمام الحسين سلام الله عليه، أبكت الأئمة، أبكت الإمام صاحب العصر والزمان. فلما رفعه بين يديه وهو يقول بلسان الحال: